كاتبنا الكبير الأستاذ إبراهيم عبد المجيد الروائي الرائع والجميل والممتع عنده مشكلة خاصة بالسيدة الفاضلة زوجته، وكان كاتب مقال مهم في اليوم السابع، فاحنا اتصلنا بيه نعرف ايه اللي حصل لزوجته، واتهموها بانها خلية اخوانية، واللعبة دي لعبة قذرة جدا ومنحطة ولابد ننتبه ليها على فكرة كويس. استاذ ابراهيم مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ محمود. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ محمود. خير يا فندم، ايه اللي حصل؟ والله يا استاذ محمود انا زوجتي تيسير سمك. نعم؟ زوجتي اسمها تيسير سمك. تيسير سمك، ايوه. اه، واخوها الله يرحمه نزار سمك واحد من قاده الحركه اليساريه في مصر، واللي مات في معركه بني سويف. طيب، عليه رحمه الله. يعني انا مش هكلم عنها. انا فوجئت بتحقيق منشور في الوطن ونشر جواب داخلي في امن الدوله من العميد محمود ربيع رئيس قسم التحريات الى العميد احمد رياض رئيس قسم الجامعات المتطرفه بالجيزه. والعامل التحقيق الصحفي اسمه حاتم ابو النور. وبيقول مباشره كده يعني ان دي وثيقه، ما بيقولش حتى انها صوره وصلته، والوثيقه دي فيها ثمان اسماء موظفين في الهيئه العامه لتعليم الكبار اللي فيها زوجتي، يعني مش زوجتي بس، معاها سبع اسماء او ثمانيه. كويس. وان دول خلايا نايمه وجاري التحري عنهم. خلايا ارهابيه نايمه وجاري التحري عنهم، يعني ده جواب داخلي انه جاري التحري عنهم. عن السيده عن السيده زوجتك. زوجتي والثمانيه اللي معاها. طيب هي معاها. بتعمل بتعمل في هيئه تعليم الكبار. هيئه تعليم الكبار. ايوه. طيب كويس. كويس. والتحري عنها وعن السبعه اللي معاها. تمام. والجواب ده من تاريخ اغسطس اللي فات 2014. كويس. وجواب داخلي. في امن الدوله. في امن الوطني. طيب. منشور باعتباره وثيقه. وهو صوره من جواب داخلي. وبعدين كمان جابوا شخص اسمه اللواء سلامه الجوهري. قائد وحدة مكافحة الإرهاب بالمخابرات الحربية سابقا يعلق عليه باعتبار ان ده شيء خطير، ان محو الأمية يكون فيها ناس من هذا النوع، يعني كأن الموضوع حقيقي. كويس. فأنا اندهشت ازاي يتسرب خطاب داخلي من أمن الدولة، سيبنا من الجورنال بقى واللي عمله ده موضوع ثاني، انما ازاي يتسرب جواب داخلي من الأمن الوطني. أنا بقول أمن الدولة لأن أنا لسه خيط أمن الوطني دي ما مش قادر اتعود عليها لسه، يعني احنا جيل قبل الدوله. ماشي. فازاي خطاب داخلي من امن الدوله يطلع للصحف صوره منه وهو خطاب تحريات؟ واخد بال حضرتك؟ يعني ده صعب جدا ان يطلع خطاب من هذا النوع الا اذا كان في قضيه منتهيه. معايا يا استاذ محمود؟ طيب انا عايز اسالك سؤال، هي مثلا الزوجه الفاضله كانت بتترقى مثلا في عملوا عليها تحريات ولا تحريات؟ ما انا جاي لحضرتك. زوجتي شغاله في مركز الوحده بتاعت تعليم الكبار دي في الجيزه هنا في الطلبيه. كويس. في مديره اتعينت في هذا المكان، فزوجتي قالت يعني انا ما بحبش طريقه شغلها، وطلبت نقلها من ثاني يوم للمركز الرئيسي اللي هو عند المطار في اخر الف مسكن. راحت هناك. وراحت. وبعدت عن المكان ده خالص. وقبل النقل. وقبل النقل. طيب. بقى كل يوم يا عيني من عندنا حدائق الاهرام للألف مسكن، يعني حوالي 40 كيلو، وترجع على اساس تبعد عن الهم ده. طيب. فجأة لقت الناس الثانيه اللي معاها هم في وحدات ثانيه، برضه مش في نفس المكان لكن في وحدات ثانيه في الجيزه تبع المديره دي اللي جت، بس في الجيزه. بعيد عنها يعني. ومالهاش اي علاقه، ولا شافتها ولا بتكلمها ولا اي علاقه بيها. ست شهور. وبعد ست شهور لقينا هذا الخطاب، وبعدين كمان لقينا كلام منها في الجورنال بيقول ان هي فصلتهم بناء على تعليمات الامن الوطني ورئيس الجهاز اللي رجعهم. طب دلوقتي وهي لا فصلتهم ولا رجعهم. طيب دلوقتي ايه التهمه الموجهه للسيده زوجة حضرتك؟ التهمه في الصحف، مفيش تهمه رسميه. التهمه ان هؤلاء خلايا ارهابيه. ده اللي بيتقال. يعني الجهه التي تعمل بها السيده زوجة حضرتك ما قالت لهاش اي حاجه خالص. لا، ده كذبت الخبر بعد التكذيب. على ان الست، لان الست دي متحوله تحقيق لموضوعات مش عاوز اخد. طيب انت حضرتك ما اتصلتش ليه بزميلنا مجدي الجلاد واتكلمت؟ ما انا رحت يا استاذ محمود وهم نزلوا رد،
نزلوا رد من الدكتور محب الرافعي رئيس هيئه تعليم الكبار. خلاص لا مش خلاص، لان الرد ده بيرد على اللي قالته الست. اللي الست قالت ان هو ده فصلتهم وهو رجعهم. طيب. فهو قال ده كلام فارغ، وان الست دي هي اللي متحوله تحقيق للتربح المادي وغيره. طيب احنا ما لناش دعوه بالست دي، الست اللي عندها مشكله ربنا معاها. احنا بنتكلم دلوقتي على السيده زوجة حضرتك اتهمت بانها في تنظيم اخواني او خليه اخوانيه. لكن الاتهام لم يحدث من جهات قضائيه. لا ما حصلش خالص من جهات قضائيه. طيب خلاص يعني الامور تمام بالنسبه لها. لكن انا بتكلم على الوثيقه دي، على الجواب ده. ازاي خرج من امن الدوله راح الصحافه بالظبط، واذا كان صحيح تبقى مصيبه. طيب هيبقى ده سؤال مهم جدا بنطرحه، والداخليه هترد علينا. لان انا يا استاذ محمود طلبت في الجورنال منهم ان هم قلت لهم الخطاب ده ممكن يكون مدور، قالوا يرد الامن الوطني يقول انه مدور. طيب يبقى ده سؤال مهم جدا. استاذ ابراهيم عم جدا انا بشكرك شكرا جزيلا، وتحياتنا للسيده زوجتك، وبنقول انه يعني في جواب خرج من امن الدوله راح الصحافه. ازاي ده سؤال وجيه مهم، يعني لازم ناخد بالنا. على فكرة احنا في ذكرى يعني